السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد ديال القناة، ما تبخلوش بزر الاشتراك والإعجاب فضلا وليس أمرا، مرحبا بكم. منح لوريس حارس المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم ونادي توتنهام الإنجليزي الصوت ديالو للناخب الوطني وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس، وذلك ضمن عملية تصويت لاختيار أفضل مدرب في العالم لسنة 2022. وحسب موقع فوت ميركاتو، فإن لوريس فضل منح صوته للناخب الوطني وليد الركراكي على حساب مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشامب وصيف بطل العالم في النسخة الماضية. وحسب الكثيرين، فالركراكي كيستحق لقب الأفضل، فإلى جانب إنجازه التاريخي تميز الأخير بخطابات المحفزة والمعززة لثقة اللاعبين وثقة الشعب المغربي بقدراتهم، حيث استطاع تغيير العقليات وبث التفاؤل إلى جانب قيم أخرى لمسناها داخل وخارج الميدان. وشكرا لكم على حسن المتابعة.